إن شاء الله. in this video we are going to solve exam number 15 شرقية Governorate Science Inspectorate using المعاصر book in science for primary 6. الفيديو ده بقى بسبب الاستفادة منه لأستاذ جمال أحد أساتذتي، مدرسيش ولكن ساعدني في فترة كبيرة أثناء بداية شغلي في مصر، وكان بيتصل دايما يطمن عليا. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب ويجعله في ميزان حسناته. Complete the following space thermometer used to measure the temperature of liquids while thermometer used to measure temperature of human being. شفتوا كلمة being أول مرة تيجي، نفس فكرة human body. ماشي، أنهي الليكويدز؟ الليكويد اللي هو السيليزيا الثرمومتر، وأنهي ال human being اللي هو الميديكال ثرمومتر أو ليه نفس الاسم clinical ثرمومتر. ماشي، space gas used in making dry ice، مين بيستخدمه عشان نعمله dry ice؟ هو الكربون دايكسيد. وايه كمان الكربون دايكسيد؟ السوفت درينكس. وايه كمان البابل دي بريد والاكستينجوشنج سام تايبس اوف فايرز. space while space gas used in filling car tires، احنا لما بنيجي نستخدم علشان نعمل بامبنج للتايرز بنستخدم الاكسجين عادي، يعني هو مش بيجيب لنا حاجة، هي مكنة بتسحب الهواء وبتضخه في داخل، بتعمل بامبنج يعني ليه inside the car tires. يعني shoulder joints from space joint while knee joint from الشولدر، هو شوفوا حركوا كتفكوا كده مثلا فوق وتحت، بيتحرك يمين وشمال بيتحرك، وبالتالي على طول يبقى freely movable joint. ماشي كده بيتحرك بحرية. زي ايه كمان؟ زي ال rest يبقى freely movable joint while the knee joints from slightly movable. ليه slightly movable؟ لأن الني أقدر أحركها فوق وتحت، ما أقدرش أحركها right and left، يبقى slightly movable. space or mass is measured by space unit. قال لي هنا unit، لو قال لي measured by space فهو هنا بيسأل space بس، فهو هنا بيسأل عن ال measuring device، فأقول له مثلا ال balance scale. إنما هو بيقول لي unit، أقول له كيلوغرام مثلا. التانية بيسألني دايما عن ال weight، فان ال weight يبقى نيوتن. طيب mention one use for good conductor of heat، يعني ما قاليش حتى هو مين مثلا، فاحنا هنقول له يعني بيقول له good conductor مثلا، هنكتب aluminium is used to make cooking pots مثلا. هنقول له مثلا، هو قال لي وان، فهنقول له برضو حاجة كمان يعني كبر، اكتبوا اللي انتوا عايزينه. is used to make wires electric wires. ماشي، ozone layer it is used in protecting او it protects، على طول مش هقول it is used، ما بنستخدمهاش، ده هي حاجة موجودة ربنا خلقها. it protects the Earth's surface from harmful radiations اللي هي ال ultraviolet radiations. ماشي، ال harmful radiations تبقى دي comes from the sun. choose the correct answer an object whose weight is 20 newton so its mass برضو نفس الفكرة ال W equal M multiply G. ماشي، فاعمل تريانجل كده عشان احط ال W فوق ال M هنا ال G هنا، فاحط كده ايدي على ال M. ليه؟ هو بيسأل على الماس، فالماس equal اللي فوق over اللي تحت اهي، طالما بينهم الفريكشن واحدة فوق واحدة تحت يبقى over، يبقى الماس equal ال ال W over ال G. ال W اللي هي ال weight over equal 20 over ال G اللي هي ب 10 عندكم على طول ب 10، فتدي لي 2 نيوتن سوري كيلوجرام، احنا بنسأل عن ماس. ماشي، يبقى 2 كيلوجرام. ايه ده؟
حاطط 2 كيلوغرام مرتين، دي مشكلة. كربون دايكسيد passes through clearly motor forming. لما الكربون دايكسيد بيعدي في الكلير موتر بيكون حاجة اسمها كالسيوم كربونيت. ليه؟ لأن الكربون دايكسيد ده كربون دايكسيد، اللي موتر هي كالسيوم، اللي موتر لوحدها كالسيوم هيدروكسيد، فبيكون كالسيوم كربونيت. ماشي، يبقى كالسيوم كربونيت اللي هو ده. Space is a part of human nervous that responsible for reflex action في spinal cord. يعني جاب سؤال دايركت على طول اهو. mercury remains liquid between mercury 3 minus 339 and شفتوا دي؟ لا هي مش 375، لا هي 357. ماشي، يبقى دي طبعا لا هي فيها minus، يعني دي ودي كده لا هي بتبدأ بminus. ده كله غلط، بصوا كده كله غلط، دي غلط برضو، ودي كذلك غلط، الأربعة غلط. هي من أول minus 39 celsius degree to 357 celsius degree كده. ماشي، وبيقول لي between يبقى دي عندي دي، دي غلط علشان مديني دي ماينس كمان. لا هي مش ماينس، هي بوزيتيف، يعني لو كان عمل دي بوزيتيف كانت هتبقى صح، او كان عمل لي مثلا دي 75 كانت برضه صح. give reasons for oxygen is collected by downward displacement of water because oxygen is scarcely dissolved in water. ما بيدوبش او بيدوب بالعافية في الوتر، يبقى because oxygen scarcely dissolves in water. The capillary tube of a medical thermometer contains constrictions. بيعمل ايه ال او constriction عفوا، بيعمل ايه بقى ال capillary tube او بيعمل ال constriction؟ بيعمل preventing لي ال mercury from returning back to the mercury pulp، انه يرجع لل mercury pulp ايه بسرعة. returning back quickly، هو بيرجع بس ما بيرجعش بسرعة، يبقى preventing. او هنقول بقى هو بيقول لي ليه، هنقول to prevent the mercury from returning back quickly، ما يرجعش بسرعة. ليه؟ علشان اقدر اخد ال reading ايه easy by easy way، او بطريقة سهلة quickly to the mercury pulp so we can take an easy measurement. write the scientific term slow combination between oxygen and elements. slow combination هو الاكسديشن، طيب الفاست او الكويك combination هو البيرنينج، فهو هنا بيقول لي slow، فالسرعة على طول يبقى الاكسديشن. طيب the gravitational force by which the body attracted to the earth، هي مين؟ الويت. دايما بيسألني عليها بالشكل ده، يقول لي هي gravitational force. a part of brain which is responsible for body balance، ما بتجيش كتير بس بتيجي اهو، هي مسؤولة عن maintenance للبالانس بتاع البادي during movement، اثناء ما بنتحرك. فده مين؟ ده السريبليلم. طيب materials that allow heat to flow through، بتسمح للهيت انها تعدي فيها، فدي الهيت conductors. what happens when technicians don't leave space between railway bars؟ احنا قلنا ال railway bars لاحظوا هتبقى بالشكل ده كده، فيها spaces. ليه؟ علشان في ال summer لما تيجي يحصل لها expanding، ما اي حاجة في ال summer ميتال بيحصل لها expanding، بتتمدد كده، فلما تتمدد كده بسبب الهيت، يعني بسبب الهيت فهتقرب من بعضها كده صح. فأقصى حاجة هما بقى بيعملوها طبقا ل accurate measurement، حاجات دقيقة، مفهوم كده؟ فأقصى حاجة انها هتلمس بعضها. ماشي، لكن لو هي اصلا مفيش spaces بقى بتوينهم، فهيحصل ان هي يحصل لها twist، يعني هتبقى بالشكل ده كده، وبالتالي هيحصل train accidents will occur، هتحصل حوادث. يعني بصوا لو هي مثلا كانت كده، فلما يجي لها بقى هيت جامد في السمر فهتحصل لها تويستنج بالشكل ده كده.
ماشي، يبقى هقول له هنا train accidents occurs او occur بما انها جمع because the boards اللي هي دي will expand and get twisted، يعني هتتني. get twisted يعني هتتني، ماشي كده. carbon dioxide gas percentage increase in the atmosphere، هيحصل ايه؟ الكربون دايكسيد هو ليه حاجتين بيعملهم ك damage لينا او سواء لل environment. اول حاجة بيعمل increasing ال temperature بتاعة ال earth's surface، فبيعمل leading to global warming، فبيسبب ال global warming. تاني حاجة بيعمل suffocation، يعني اختناق للإنسان. يبقى it will، أو مثلا the what happens when، يبقى the temperature of the earth's surface will increase leading to، يعني ده هيؤدي لي global warming. global warming هي فينومينا بتحصل بتخلي الايس يحصل ميلتينج. بعد كده لما الايس بقى كمية كبيرة من الايس يحصل لها ميلتينج، الليفل بتاع الووتر بيحصل له ريزنج، فبالتالي السيتيز اللي موجودة اندر ذا ووتر ليفل تحت سطح المياه زي اسكندرية تبدأ ان شاء الله، يعني انا قلت ان شاء الله تبدأ ان هي تغرق الحاجات اللي تحت لما مثلا الليفل بتاع الوتر بيعلى فبتغطيها، مفهوم كده. بترو الفورس كبر is the fastest metal in conducting heat، الكبر هو اسرع حاجة في الكوندكتنج للهيت، هي ترو. وبعد كده الالمنيوم، بعد كده الايرون، يبقى الكبر ده اسرع حاجة، الكبر اسرع حاجة، بعد كده الالمنيوم، بعد كده اخر واحد فيهم الايرون. bones of upper limbs belongs to axial skeleton. bones of upper limbs، لا، ال bones of upper limbs تبع ال appendicular skeleton. ليه؟ انا عندي في axial skeleton وال axial skeleton حاجتين، ال brain وال spinal cord. خلاص عدينا ال axial skeleton. طيب ال appendicular skeleton برضو حاجتين، ال bones of upper limbs وال bones of lower limbs. فهو بيقول لي ال bones of upper limbs belongs to ايه؟ اقول له ال appendicular skeleton. هو هنا مش طالب ما تعملوهاش دي الا لو هو ايه طلبها، appendicular skeleton. nitrogen gas called azote which means life gas، false. هو ايوه اسمه azote بس which means lifeless، يعني بدون او عديم الحياة. the axon of the neuron is covered with a gelatinous layer called the myelin sheath، دي true، ما فيهاش اي حاجة. طيب cross the outward أو cross out the outward، يعني طلعوا الكلمة اللي فيها غلط أو مش تبع الجروب ده. iron plastic copper aluminium، فطبعا دي plastic. ليه؟ لأن ال iron وال copper وال aluminium هما metals، يبقى ال word هي plastic. قلت إنه أحيانا بيسألني على ال scientific term بتاع ال remaining words، فال scientific term of remaining words اللي هما metals، ماشي. forearm bones، shaft bones، hand bones، humerus bones، فاللي مش تنفع معاهم forearm و hand و humerus دي تبع، كل دول تبع ال bones of upper limbs، لكن ال shaft تبع ال bones of ايه lower limb. help in burning، easily dissolves in water، heavier than air، represent 21. طيب help in burning ده الأكسجين، ماشي. easily dissolves in water ده مش الاكسجين، ده الكربون دايكسيد، لان الاكسجين scarcely dissolves in water، كربون دايكسيد. طيب تعالوا على دي، heavier than air، heavier than air الاكسجين heavier than air، وكذلك الكربون دايكسيد heavier than air. اذا اللي هتحدد لنا بقى مين اللي بره هي دي represent 21%، فدي الاكسجين، ماشي كده. فهنعتبر دي اكسجين ودي اكسجين ودي بقى اكسجين، يبقى الوحيده اللي خاصه بالكربون دايكسيد لوحده هي دي، لكن دي خاصه بالكربون دايكسيد بس خاصه بالاكسجين معاه، فمين اللي يفرق معانا؟ هي دي، ماشي كده، ان هو easily dissolves in water، مفهوم كده.
الكربون دايوكسيد. spring scale instead of scale digital scale scale with pointer. spring scale ده نيوتن. weight sensitive scale mass وبالتالي دي الوحيدة الايه الأدورد. ماشي كده. في الفيديو الجاي ان شاء الله نحل الغربية جوبرنريت. نشوفكم بخير.